ناشطون أرجعوا هذه التصرفات التي سنشاهدها، أرجعوها طبعاً إلى أسباب عديدة أبرزها غياب القانون الرادع لمثل هذه الممارسات. ذو أحد المتوفين في مستشفى الإمام الصادق في بابل قاموا بمهاجمة الكادر الطبي وحطموا الأجهزة المستخدمة في الطوارئ تحديداً بعد وفاة مريضهم في المستشفى. هذا ما تظهره الصور، نوع من العنف بحق المستشفى ومرافقها والأجهزة الطبية الموجودة فيها، إلى جانب الأثاث العام في المستشفى الكائن بمحافظة بابل.